والحديث مشاهدينا اكثر عن اداء سوق الاسهم السعودي، نرحب بضيفنا هاتفيا المحلل في الاسواق الماليه الاستاذ عبد الله كاتب. استاذ عبد الله اهلا بك. اهلا وسهلا بكم بالساده المشاهدين. اهلا بك استاذ عبد الله. خلال تداولات الجلسه الماضيه كان هناك عمليه تراجعات واضحه بالنسبه الى السوق، في نهايه التداولات التقليص للخسائر ايضا كان جيد، اغلقنا نعم في المنطقه الحمراء ولكن قلصت جزء من الخسائر التي جناها السوق. خلال تداولات هذه الجلسه اذا هناك حركه من التذبذب ما بين ارتفاعات وانخفاضات بالنسبه الى المؤشر، هناك الكثير من العوامل ايضا الضغط استاذ عبد الله بالنسبه الى السوق، كيف تنظر الى اداء السوق خلال، لا نتحدث عن اليوم ولكن دعنا نتحدث خلال هذه المرحله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمرحله التي نشهدها طبعا السوق لا يزال سلبي حتى مع عمليه الارتداد التي شهدها السوق امس مع نهايه الجلسه او قرب نهايه الجلسه، لا يعني أن السوق خرج من السلبية. السلبية واضحة على قطاعي المصارف والبتروكيماويات. طبعا المصارف أعتقد أنه بسبب التسوية التي تمت بين البنوك وبين هيئة الزكاة والتي أخذت يعني أشكال متعددة بالسلبية على البنوك حسب حجم المبالغ التي تم تسويتها، إلا أن ما خفف من أثار هذا الخبر هو أن البنوك يعني احتاطت لهذا الوضع، فتم وضع هذه المبالغ في القوائم المالية على أنها احتياطيات أخرى، بمعنى أنها لن تمس من الأرباح التي حدثت خلال العام أو من بنود أي احتياطية أخرى. هذا الوضع يخفف جزئيا الأثر السلبي على السهم أو سعر السهم. أيضا أسعار النفط تدنت بحدة خلال جلسة نهاية الأسبوع في الأسواق العالمية، ألقت بظلالة على أسعار البتروكيماويات، رأينا ذلك يعني انعكس بشكل واضح على سعر سهم سابق وبعض الشركات البتروكيماوية الأخرى. هذا الوضع عمل ضغط قوي على السوق، خسر السوق أكثر من 200 نقطة. نعم أستاذ عبد الله، بكل تأكيد ملف النفط من الملفات الشائكة المؤثرة بالنسبة إلى الاقتصاد، اقتصاد العالم ليس فقط الاقتصاد لدينا، وأيضا لا ننكر بأن له انعكاساته بالنسبة إلى قطاع المواد الأساسية وبالتالي بالنسبة إلى السوق. النفط خلال هذه الفترة يمر بالكثير من التقلبات والكثير من التراجعات، هناك نعم تطمينات بكل تأكيد ولكن ما نرى خلال هذه الفترة هو مزيد من التراجع، ارتفاع، هناك نوع من التقلب نستطيع القول بالنسبة إلى النفط في أسعارها خلال هذه الفترة. كيف ترى انعكاس أسعار النفط سوف يكون خلال هذه الفترة بالنسبة إلى قطاع المواد الأساسية؟ أتحدث هنا خاصة أنا في قرب إعلان الشركات لنتائجها المالية لنهاية العام وأيضا لا ننسى بداية العام. في الواقع أنه أسعار النفط يعني واضح أنها في قناة هابطة، يعزز هذا الوضع طبعا آثار الحرب التجارية بين أمريكا وبين الصين وأوروبا، وهذا يؤدي إلى نقص في الإمدادات وقلة الإمدادات بسبب التأثر على النمو الاقتصادي في هذه الدول، وبالتالي يؤثر على الدول المنتجة. أيضا السبب الآخر أن هناك كان فائض قوي في الأسواق نتيجة تقلص نمو الاقتصادي فيها الشركات والدول التي تستهلك النفط، فهذا كله ألقى بظلالة على أسعار النفط، أدى حتى باتفاق السعودية وروسيا ودول أوبك على تخفيض الإنتاج بشكل أكبر مما تم الإعلان عنه أو الاتفاق عليه، إلا أن ذلك لن يأتي سريعا، يعني هذا الانعكاس لن يأتي سريعا. تصور أنه نحن خلال الفترة هذه السنة يكون يعني أسعار النفط ما بين ال 42 دولار إلى ال 50 دولار أو 55 دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. نعم
دعني أختم الحديث معك هنا أستاذ عبد الله بنقطة مهمة، دعنا نلقي الضوء تفصيلا بالنسبة للقطاع المصرفي. المصارف في الأمس كان هناك تراجعات واضحة، يبدو بأن القطاع المصرفي تأثر بعدة أمور، أبرز هذه العوامل التي أثرت عليه هي ما أعلن عنه من وصول القطاع المصرفي كشركات أتحدث إلى تسوية مع زكاة والدخل عن الأعوام السابقة وحتى عام 2017 هذا جانب، ولكن يبدو أنه في نهاية تداولات الأمس كان هناك امتصاص لهذا الموضوع وهذا الخبر. في المقابل كان هناك رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، والذي نعلم بأنه له انعكاساته الإيجابية بالنسبة للقطاع المصرفي. كيف نستطيع هنا الموازنة، أو كيف يوازن القطاع المصرفي بجميع هذه المؤثرات بالنسبة له؟ بالنسبة للقطاع المصرفي كما ذكرت آنفا أنه هو وضع في حسبانه أنه هذه المبالغ مستحقة لهيئة الزكاة والدخل، فجنبها مبكرا منذ أكثر من سنة تقريبا أو سنتين، ووضعها في بند احتياطيات أخرى، وربما كانت تزيد المبالغ هذه عن المبالغ المتوقع دفعها والوصول إلى تسوية فيها والاتفاق عليها مع هيئة الزكاة والدخل، أو كانت تنقص قليلا، فهذا كله يعني عائد إلى البنوك. لكن ما أتوقع أنه هذا الوضع أو الاتفاق ده سيؤثر على أعمال البنوك والمصارف خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة واستفادة البنوك من عمليات الإقراض والتمويل من ارتفاع الفائدة، وأيضا عمليات الأذونات الشراء والشراء العكسي، هذه كلها ستعود بالفائدة على البنوك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة واستفادتها المباشرة وانعكاسها على قوائمها المالية خلال الفترات المقبلة. واضح. إذا ضيفنا هاتفيا المحلل في الأسواق المالية الأستاذ عبد الله كاتب، شكرا.